التأثير في بياناتنا المتكاملة يطبق عليها القانون، والقانون تعرفون القانون المختاري. إذا أنجزنا هذا الملف خلال فترة هو جيزة نعتبره إنجاز لجنة الأقضية والنواحي، وأيضا تنسيق الاجتماعات الاجتماع الشيخ محمود يحاول إنه ما يتقاطع ويا المحافظة. إن شاء الله سيكون عملنا هو في التواصل مع حضراتكم المحترمة والاطلاع على مشاكل أهلنا وشعبنا في عموم محافظة نينوى، وسنساعدكم دائما وستكون أبوابنا مفتوحة وستجدون أننا لكم أخوة. اطلاعنا على المشاكل أيضا راح يكون طبعا من مهامنا هو من مهام عملنا. حضرنا هذا الاجتماع الأول مع رئيس لجنة الأقضية والنواحي لمناقشة مهام لجنة الأقضية والنواحي، خاصة بحل مجالس الأقضية والنواحي، والتي أصبحت اليوم لجنة الأقضية والنواحي من مهامها التنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه رؤساء وحدات الإدارية في إدارة هذه النواحي. كانت المشكلة الأبرز يعني هو موضوع مخاتير القرى في الأقضية والنواحي، أيضا حضور مدير شعبة شؤون المواطنين في محافظة نينوى، وإن شاء الله ستباشر الوحدات الإدارية برفع ملفات مخاتير هذه القرى إلى محافظة نينوى ومن ثم مجلس المحافظة اللجنة المعلية ليتم التصويت على رؤساء على مخاطر هذه القرى، خاصة أنه ضمن قانون المحافظات رقم 21/2008 المعدل هي من صلاحيات الحصرية لمجلس المحافظة بانتخاب المخاطر بعد حل مجالس الأقضية والنواحي. حضر الاجتماع كافة قائم مقامين أقضية محافظة نينوى ومدراء النواحي والمتكونين من 31 وحدة إدارية. تمت مناقشة كافة المشاكل التي تعتري العمل الإداري والخدمي في عموم هذه الوحدات. شخصنا المشاكل من خلال الطرح الذي تم من قبل السادة رؤساء هذه الوحدات، وحددنا بعض الحلول، منها طبعا الموازنات المتمثلة بتنمية الأقاليم وموازنات الأمن الغذائي، غيرها من الموازنات التي رصدت لهذه الوحدات، وكذلك العمل الإداري. كانت أيضا من أهم المشاكل التي تواجه العمل هي مشكلة المختارين، حيث حضر الأستاذ خليل مدير شؤون المواطنين في ديوان محافظة نينوى، قدم رؤيته من الناحية القانونية كذلك والإدارية لمشكلة المختارين، والتي طبعا ثبتناها في محضرنا الاجتماعي وسنعالجها إن شاء الله في القريب العاجل، من أجل طبعا تعيين المختارين الجدد، إيجاد الحلول للمختارين المتوقف العمل لديهم. احنا اغلب دوائرنا عانت بعد احداث داعش من هدم كامل الدوائر. تدري الموازنة الخاصة بالأقضية حسب النسبة السكانية، فإحنا 23 ينطونا 17 مليار، إذا هالسنة هم 24 ينطونا 17 مليار ما تكفي يعني من ناس سنوات أنا بأنه استحدث الدوائر التي هدمت. أكو بعض المدارس الكربانية تم طرحها من قبل المجلس المحافظة، سوف يتم معالجتها عن قريب. كذلك النقص الهائل في الكوادر التعليمية التربوية أيضا تم معالجتها، قسم من عندها في الدرجات الوظيفية التي تم طرحها 2500 درجة وظيفية، وكذلك سوف يتم إطلاق 17000 درجة وظيفية من ضمنها 9000 درجة وظيفية للتربويين، نتأمل معالجة النقص الموجود. أهم المشاكل التي تم التطرق إليها هي قضية ارتفاع أسعار خاصة الأمبير المولدة، هناك كثير من الشكاوى من المواطنين، لذلك طالبنا أن يكون هناك إما
مفاتحة السيد المحافظ بأن يكون هناك إما أن يكون هناك زيادة في حصة زيت الغاز لأصحاب المولدات حتى يتم تخفيض سعر الأمبير، أو هناك مبلغ مقطوع 1600 دينار يضاف كأجور للبلدية في القرى وكذلك في مركز الناحية. ذلك طالبنا أن يكون هناك تخفيض لهذا المبلغ لأن يكلف على المواطن، وأيضا مواضيع أخرى مسألة التعيينات، مثلا أن يكون التعيينات التي خاصة تربية نينوى يكون حسب الكثافة السكانية والنسبة السكانية لكل مكون. وتطرقنا إلى مشاكل أخرى خاصة موضوع الجهد الخدمي والهندسي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء، أن يكون هناك أيضا تنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية في تنفيذ هذه المشاريع في المنطقة. نحن بحاجة ماسة إلى مثل هذه الاجتماعات، كون المجلس المحافظة والمجالس المحلية كانت معطلة منذ أكثر من 4 سنوات، وتراكمت لدينا مشاكل مثل مشاكل التجاوزات ومشاكل أختام المختارين ومشاكل المشاريع، فتم طرح الكثير من هذه المشاكل وأوعدونا بإيجاد الحلول والاتصال مع الدوائر المعنية في المحافظة والدوائر القطاعية من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل اليوم في مجلس محافظة نينوى.